أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. تمثيلا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. حبا. قالوا يا ويلنا إنا كنا Make sure that you are applying Alif Madda properly in both of these words. Read again. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. أحمد. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا No, read again slowly. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. No, bache. Told Hibba also the same thing. Apply Alif Madda in both of these words. Again. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. Ali. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Slowly read again. What are you doing? قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Alif Madda properly. Read slowly. I said slowly. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. تمثيلا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Apply غنى properly again. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. حبا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. أحمد. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. علي. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا. No. Why it is منها again. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. Why you doing the same thing? Why are you pressing the noon? Silly boy again. عسى ربنا أن يبدلنا. No, bache. Again. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تمثيلا. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر
لو كانوا يعلمون. أحبة. فذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. أحمد. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. No. لو كان. Again. والعذاب الآخرة أكبر. Reduce the length of T more. Again. والعذاب الآخرة أكبر. لو كانوا يعلمون. علي. كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Say أكبر. راء will be heavy. أكبر. أكبر. Yeah. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. تمثيلة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. حبة. للمتقين. From the beginning. Silly girl. Okay, sorry. إن للمتقين. What are you doing? Why are you stretching noon? إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أحمد. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Again, apply غنى properly. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. علي. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أوكي. أحبة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أحمد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. علي. أفنجعل المسلمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون. حبة. ما لكم كيف تحكمون. أحمد. ما لكم كيف تحكمون. Don't stretch the fa again. ما لكم كيف تحكمون. علي. ما لكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أم لكم كتاب فيه تدرسون. حبة. أم لكم كتاب فيه تدرسون. Don't stretch the he again. أم لكم كتاب فيه تدرسون. أحمد. أم لكم كتاب فيه تدرسون. No, you're doing the same thing. Why are you stretching he again? أم لكم كتاب فيه تدرسون. علي. أم لكم كتاب فيه يدرسون. شاباش. The dots are on the top, not at the bottom. Again. أم لكم كتاب فيه تدرسون.
إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم فيه لما تخيرون Again. إن لكم فيه لما تخيرون حبا. إن لكم فيه لما تخيرون Yeah, your pressing of ya was more accurate. Alhamdulillah. Ahmad. إن لكم فيه لما تخيرون. Apply gunna again properly. إن لكم فيه لما No. Apply gunna properly. إن لكم فيه لما تخيرون. Ali. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. تمثيل. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Again. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. حبه. أم لكم أيمان أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Slow down and read again properly. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Why did you stretch this noon? Is there any person in your home who is using Wi-Fi on a cell phone or something? Yes. Who? Mama. Request your mom to disconnect her phone from Wi-Fi during the session time so that there are no disruptions. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. حبا. أعوذ بالله first. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. أوكي أحمد. أم لكم أيمان أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. T must not be stretched. Alif Madda must be observed. Yau must be read properly. Again. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم من القيامة إن لكم لما تحكمون. Whoever is talking other than the Quran, he has to say أعوذ بالله again. Be mindful. Ali, your turn. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. تمثيلا. سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ. حبا.
اسألهم أيهم بذلك زعيم. Meme has a sukoon. Next is ba. We have to apply gunna here again. سألهم أيهم بذلك زعيم. Ahmad. سألهم أيهم بذلك No. زعيم. If you were paying attention while I was telling Hiba, you would have not made this mistake. And it is a small verse. It is not that you can forget it. But you are not focusing. Read again correctly. سألهم أيهم بذلك زعيم. Ali. سألهم أيهم بذلك سألهم أيهم سألهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Tamsila, tell me one thing. When there are two instances of these three dots, what are we supposed to do? We are supposed to stop in one of them and continue reciting in one of them. I stopped here and I stopped here also. Why? Because the verse was ending. Yeah, because the verse was ending. If the three dots are in a single verse, then it is compulsory to stop at one place and continue at the other instance. However, if the three dots are in two different verses, then we have the option of stopping at both. Are you getting my point? Yes. Okay. Hiba, you read. أم لهم شركاء فليأتوا ب... If you are supposed, if you are going to say O, then do not pause. You have to continue reading. Yeah. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Okay, Ahmad. Come to Karachi. Come back to Karachi. Come back from Russia. Your voice is very low. Am lahum shuraka falyatu bishuraka ihim in kanu sabiqin. Read from this part again carefully. Falya to bishuraka ihim. Who will apply vowel mata? Falya to bishuraka ihim kanu sabiqin. Ali. Okay. What? Come on, wake up again. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. تمثيلا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. حبا. أوكي. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Terrible reading again. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Are you jumping or are you reading?
Are you sitting in sitting position or are you moving in your chair? Again, read again. Yoma yuk yoma yukshafu ang sakyun wa yud'una ila sujudi fala yastati'un. At every reading, you are reading it in a unique manner. A new mistake is being observed. Read again carefully. Don't play PUBG. Read again carefully. Yoma yoma yoma. Sorry. Yoma yukshafu ang sakin wa yud'una ila sujudi fala yastati'un. Oh my God, who will apply Wow Madda and why I where you messed up this word again and again and again? Come on, again read. What is Yoma? It's a Punjabi village woman say Yoma, Yoma. What is Yoma? Say it properly. Yoma. Yoma yukshafu ang sakin wa yud'una ila sujudi fala yastati'un. Who will apply Yai Madda here? Again. Okay. Yawma Yakshafu Ansakim. What is Yakshafi? Yakshafi? What is Yakshafu or Yakshafi, whatever you read? Come on, again. Yakshafi. Yawma Yakshafu Ansakim wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Why did you stretch the dal here? Again. Yawma yukshafu ansakim wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Again. Yawma yukshafu ansakim wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Who will apply Yai Madda here? Again. Yawma yukshafu ansakim wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ahmed, say A'udhu Billah and then read. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Wrong. Who will apply Yai Madda here? يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Not at all. Again. Yawma yukshafu ansakyun wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. 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 Ali, say A'udhu Billah and then read. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يكشف عن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.